وأكد علي ماهر المدير الفني الأسيوطي أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام فريق هو الأفضل في مصر والقارة الإفريقية، وتمكن من الفوز والتأهل إلى المربع الذهبي من بطولة كأس مصر، وهو ما يعد إعجازا كرويا لفريق صاعد هذا الموسم للممتاز. بقول الحمد لله النهارده كان ماتش كبير، وكان عندي امل كبير قوي في ربنا. دايما زي ما بقول الواحد بيشتغل وبيجتهد جامد جدا، وفي الاخر ربنا بيديله مكافاه جميله. يعني كان عندي امل كبير في ربنا ان احنا النهارده نكسب. يمكن قلت اللعيبه، يعني الناس كلها متوقعه ان انت ممكن تعمل مفاجاه، يعني ومفيش حاجه بعيده عن ربنا. انت انا مش مطالب منك حاجه غير انت تتمرن عليه تقدر تعمله. لعيبه رجاله ولعيبه مصدقه ان هم يقدروا يكسبوا الاهلي، يقدروا يكسبوا الزمالك، يقدروا يكسبوا اي فرقه. وده اللي حصل، بتلعب اي فرقه بره وجوه بتلعب على ثلاث نقط، وده اللي حصل. لعيبه النادي الاهلي اجمد فرقه في افريقيا كلها، والحمد لله ربنا بيكرمنا وان احنا بنكسب الماتش. بقول لعيبه حاجه محترمه جدا، ولعيبه بجد حاجه تشرف يعني.